تقول صاحبة هذه الرسالة: أنا أصوم من كل شهر الأيام البيض وما شاء الله لي غيرها من الأيام، هل صيامي صحيح؟ علما بأنني لم أقضي ما أفطرته في رمضان حتى الآن، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب المبادرة بالقضاء، لأن القضاء فرض، وأما صيام التطوع فإنه غير واجب، إن فعلته فلها أجر وإن تركته فلا إثم عليها، أما صيام الفرض فلا بد منه، فإذا كان عليها قضاء فإنها تبدأ به وتبادر به إبراء لذمتها وأداء للواجب، وأما صيام النفل ففيه فضل عظيم، خصوصا الأيام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، في اليوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، 3 أيام من كل شهر، صيام الست من شوال، صيام 10 ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، أو صيام الشهر كله، شهر الله المحرم، كل هذه تصام، يستحب صيامها وهي زيادة خير، لكن إنما يكون هذا بعد أداء الفرض. نعم.